والحمد لله. امين. ضربه بشي زغريته، ضربه بشي زغريته، شي زغريته اختي، زغرتو زغرتو. موت موت ايوب راه زغرت في التليفون مسكينه. ما نعرفش سير اختي سير سير. امين امين. الله يرحم الوالدين. صحتكم. صحتكم. الله يرحم الوالدين، الله يسلم. بيجعلوا لي في الميزان مقبول. زوين ياك تبارك الله. الحمد لله الله يخليك على السيد اللي جابو. تخافيش. تخافيش منه. لا ما تخافيش ما تخافيش حولي زوين. زوين. ربطيت ما كاينه لا كان. ايوب اجي اخويا ندير واحد الكلمه لهاد السيد مسكين اللي فرحكم الله يخلف عليه. بصحتك ايوب. طيب بصحتك اخويا العزيز فرحتي. عجبك لحولي؟ عجبني بزاف. ما كنتي خايفه مالكي؟ والله يخلف على السيد مسكين. الله يرحم الوالدين سي عمر. والله يخلف. الله يرحم الوالدين. ما تخافيش ما تخافيش. حيدي حيدي ما تخافيش. عندك تليفون. عجبك الحولي؟ سي محمد. اجي معنا اخويا. الله يرحم الوالدين. مرحبا. شوف هذا واجب وحنايا كنبغيو كاع الناس يفرحوا. حنا باش هاد السيد يعرف ان الحولي ديالو الامانه ديالو راه وصلت لايوب. الله يرحم الوالدين. شنو تبغي تقول ليه وصافي ولاد الناس؟ الله يرحم الوالدين. حنا بغيناك غير تفرح. والله يفرحك بشي سكينه حتى هي حيت انت كتستاهل. انسان ان شاء الله نداوي الاحتياجات الخاصه. ايوب مسكين راه خدام ماشي ما خدامش بالرغم من الاعاقه ديالو هو راه خدام، ولكن هذا الشيء اللي جاب الله سبحانه وتعالى. الوالده فرحات. فرحات الوالده بزاف. زغرتات كاع. غتعيد معاه ولا تعيد هنا؟ تعيد هنا في دارك. عيد اخويا عيد. سي محمد تفضل. اخويا سي محمد تفضل. سي محمد شكرا ليك انت حيت كنتي سبب. عفوا شكرا لك انت اللي كنتي سبب وحنا الحمد لله درنا يدينا وربي ما خيبناش. كنبغي نشكر هذا السيد جزيل الشكر لانه فرح هذا السيد لا هو ولا الزوجه ديالو ولا الابنه اللي الصيمانه اللي تعوضت. ومسكينه جات عندي قالت لي بابا جاب لي حولي. رجعنا في ميزان مقبول. يا ربي امين يا ربي امين. اجره لله. امين والله يسهل عليك. عذبوه جابوه تاني هنا تما اجرهم لله. هادو اصدقاء ديالي مساكن. اصدقاء ديالي قلت لهم شوفوا راه السيد راه مضرور في رجليه. قال لك لا نديو ليه صدام. حنا هذه رساله ما حد ما باقي ساعات قليله للعيد. نوجهوها للمحسنين سي محمد. المحسنين يشوفوا بحال الناس اللي ما معيدينش. راه كاين بزاف اسر اللي ما معيدينش. اراميل. الناس المعوزين اللي ما في استطاعتهمش انهم يشريوا. الناس هي ما ان الاضحيه العام غاليه بزاف وراه الناس تقهروا. الناس تقهروا. فما بالك بالناس اللي ما عندهمش. ونتمناو الناس المحسنين هذا هو لوكازيون ديالهم انهم يلتفتوا لهذ الفئه الفقيره المعوزه اللي ما عندهاش ويفرحوها. راه عندهم واحد الاجر كبير. ونتمنى للحكومه دير شي برنامج لهاد الناس اللي كيكونوا فقراء وكيبقاو يتسناو في المحسن واش يجيبو لهم ديروا واحد البرنامج كما يديروا واحد البرنامج ديال الكفا اللي كيعطي سيدنا يديروا تا محمد. نعم كاينين كاين الفلوس باش يفرحوا هاد الناس. خص غير تكون بادره. دار واحد الاحصاء يشوفوا العائلات المعوزه يشوفوا صاحبي ماشي سنهار بنهار قبل نكون عارفين الناس اللي معوزين اللي ما عندهمش. راه نجي نشوفوا كيستافدوا الناس اللي عندهم والناس اللي ما عندهمش ما كيستافدوش. بحال دابا ايوب واش عمرك استفدتي من شي حاجه؟ ما جابوكش الكفا عمرهم جابوك؟ لا كنجيبو الحمد لله. الله يخليك المحسنين. لا ما كندويش كان على المحسنين. واش عمر شي 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 واحد في السلطه ولا شي حاجه جاب لك؟ لا ما عمرو عطاك. هو عارفو ساكن هنا وما كيستافدش. عارفو انك عارفك انك مداوي احتياجات خاصه وعارفك انك خدام على قد الحال في الكاردينه يعني تدخل واحد 30 ولا 40 درهم. المشكله شي يبغي يتقيد مثلا مؤسسه محمد السادس التضامن محمد الخامس التضامن اش يقول له؟ وسي تا يموت شي واحد عاد يبقى يقيدو في بلاصته. شو الدراري اللي كيدري في لوبان الناس باش ما يستافدوش. انا كنعرف واحد المعوز خصو يتقيد. خصو يتقيد. راه الميزانيه كتخرج كاين الميزانيه ديال هاد الناس. ولكن ما كتمشي المعلم. صراحه حنا كل عيد كنحسوا بهاد المآسي ديال هاد الناس الدراوش. ولا انا محمد رسول الله. ما كنتيش غتعيد ايوب؟ لا ما كنتش. كنتي غدير بناقص؟ هذا هز وليدات كلشي عندهم. عيطي انا الصباح قال لي راه ما شي واحد قال لي والو. قلت له رزقك يجيب الله. تتصلتي بيا فرحتيني.
ونعيط عليه قلت له الله يجزيك، قلت له راه اخت فاطمه الزهراء الله يجزيك بخير ومرزقه جابو الله الحمد لله. وحسين غادي يجيبك خويك انت راه فرح وعيني فرحانه الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلح لك الوليدات يا ربي امين مبروك عليك ايوب مبروك عليك اخويا ومبروك السلام عليكم شكرا يا بنتي بزاف مرحبا حبيبه مرحبا والله شكرا للناس اللي كندعيو معاك بزاف الله يتجارتك هاد السيده انا بنت هاد الناس قلتي لي غتزغرسيني هو ما نعرفش كون نعرف شوف عيني زغرت. عيني بالدموع راه مقبله وانا باركه قدام الباب صح والله كنقول لي اجي تفضلي معنا تفضلي معنا كنقول لي اختي شكالي ما انت عارفه هاد السيد تفضلي معنا الحبيبه ديالي هاد السيده راه بكات على ايوب بالدموع الناس اللي ما فحال وهي براسها تلقاها مسكينه ما فحالاش ما لقيتش ليه الجهد ما لقيتش ليه الجهد واجروك والله فرحت لي بزاف راه كي ولدي الله يعمر هذا الله يعمر هذا راه هي تلقاي مسكينه ظروفها مرات انا امراه ارمله عندي الوليدات ولكن وبقى فيك ايوب وبقى فيا ايوب بقى فيا بزاف كتشوفي ما معيدش وليداتو بقى فيا دوك الوليدات مسكين والمراه وحنا في روحها ولكن الدرويش ليه الله الدرويش ليه الله كيجيب لي رزقو حتى لعندو قالت مسكينه غدا كلشي غيشوي بولفاف كلشي غيبدا تقلب مسكينه ما دايزاش ليا يبقى ايوب والله العادي والحمد لله حتى الوالد هو عيط لي الصباح قال لي واش خديتي قالت لي باقي انا دابا ولكن دابا الحمد لله دابا ملي غيسمع هذا الفيديو هذا راه جابوا ليه الناس محسن حتى هو غيفرح بابا مسكينه راه جات عندي قالت لي بابا جاب لي الحولي ما تبكيش وليدي الله سبحانه وتعالى وبنادم خدام وموظف وتقهر في هذا العيد الناس راه عندهم وتقهروا وقلت لخواتاتي راه قالوا لي عطينا 20000 باش نعطيوك باش نعطيوك 20000 قلت لهم قال لي خالتي انا ما عنديش كون عندي 20000 راه باش يزيدوا ديك ال 20 زعما من عنده هو مسكين كون عنده 20000 واش راه كون عنده كوراج عمي وراه الضوت هو ما قالش الجهد ديالو حتى هو باغي يعاوني وهذا ما قالش الجهد حتى اللي يعاون الوالده مسكينه حتى هي مريضه حتى هي مريضه هي مشات السبعة حتى هي غتمشي تدوز والله يعطيك وليدي الله يعطيك ولدي من فضله الله يعطيك نعاود تقول لنا النمره ديالك ايوب باش نعاودو نحطوها نحطوها للمحسنين ماشي شي واحد المحسنين اللي غيتمرقنوا بيا حتى اللي غيتمرقنوا ما تتمرقنوش بك كيتمرقنوا بريوسهم صفر ستة اعملوا بالنيات وانما لكل امرئ ما صفر ستة راه كيتملقنع براسو راه اللي تعجب كيتبلى الله يهديك هادي راه الدنيا راه دار الصابون غيتمرقن بك لا الصغار الاخرى حاولي هذاك ماشي حاوليه حاولي فرطاس صفر ستة بلعت صفر ستة صفر ستة 79 اها قلت لك اجي اجي ايوا زيد كتبكي على بابا قلت لك غادي نمشي نجيب لك من حولي يا قلت هذاك انا قربت نختار انا قربت نختار ايوا الحمد لله عمري فرحة صفر ستة 79 شوف تتصيفطها ليا ايوب تتصيفطها ليا اي اي صفر ستة 79 اها 91 اها 51 اها 57 صافي هذه هي النمرة اللي بغى يتواصل معاك وبغى يقدم لك يد المساعدة في سبيل الله والله يرحمك المرة ديالتو مسكينة حتى هي واحلة في روحها إن شاء الله ملي تقرب تولد نديوها للطبيب ونشوفوها إن شاء الله ملي تقرب تولد عيط لي نشوفوا لها الطبيب راه كاينين عمي حتى هو غادي نعيط ليه باش حتى هو يحضر معنا صافي ما تنساش خير وتا هو يوم وانت حنا ما كنا والو حنا داك الشيء اللي كاين اه واش هو بغى يدخل عندك للدار زوينات واش زيد زيد دخل اخويا دخل 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 مرحبا بك مرحبا سير عندنا سير سير هو باغي يجي عندها هي جاي عندي انا زوين الحمد لله الحمد لله كنشكر هذا السيد اللي تعاون معايا الله يرحم الوالدين في هذا في هذا العواشر مالك باغي تضارب يا اختي خويا سير باغي تضارب سير اه الواخا يديرو كاك ما تخافيش ظريف 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 هاو على مزويناتو شوف وشوف على مزويناتو
اش غينطح حتى تي ما عنده لا كرون اش غينطح. تبارك الله عليكم واش مبروكه الله يعاونك ايوب. السلام عليكم تبارك الله على هاد السيده تاهي مسكينه ولا اي واحد. تبارك الله عليك فرحانه الله يرحمني من والدي الله يسهل بصحتك يا بنتي بصحتك والله عندك شي وقفه سهله ان شاء الله ان شاء الله. سلام.